لمهرجان العلمين، اللي مازال طبعا يعني هذا المهرجان مستمر ومكمل معانا وسط حضور جماهيري كبير جدا من كل مصر ومن جميع انحاء الحقيقه الوطن العربي والعالم، من السياح الاجانب، وسط اجواء احتفاليه رائعه يعني بنشوفها وبنتابعها يوم بعد يوم، بيشيد بيها كل الزوار والمشاركين في المهرجان كمان من خلال متابعتهم لفعاليات مهرجان العلمين الترفيهي. الحقيقه اكد عدد كبير من الرعاه والشركاء الاستثماريين في مدينه العلمين الجديده على الدور الاستراتيجي والتسويقي لمثل هذه الفعاليات والمهرجانات في التنشيط السياحي وتحقيق الجذب الاستثماري متعدد الاوجه في هذه المدينه الواعده على مدار ايام المهرجان. كاميرا برنامج اليوم رصدت انطباعات وردود افعال الشركاء الاستثماريين والرعاه حول مهرجان مدينة العلمين اللي بيشهد فعاليات متعددة. خلونا نروح نتابع مع حضراتكم التقرير اللي جاي. سيتي ادج ما كانش ينفع تفوت فرصه زي دي، لان سيتي ادج شريك رئيسي مع وزاره الاسكان في تنميه وتطوير العلمين الجديده، والتنميه دلوقتي ما عادتش تنميه مباني وخرسانات وبس، هي تنميه مدن عمرانيه متكامله فيها حياه، وايفنت زي كده بيجيب الحياه للعلمين الجديده اللي هي مشروع مصر القومي الاكبر في الفتره دي، واللي بيستغل حتة من أهم وأحلى الحتت في مصر اللي ما كانتش مستغلة الفترة اللي فاتت، وإحنا سعداء بالشراكة في الإيفنت ده الحقيقة. يمكن البريد المصري له خدمات كتيرة قوي بيقدمها في المجتمع المصري. تواجدنا هنا هو تواجد ليس لمجرد المشاركة في رعاية، ولكن أيضا لتقديم الخدمات لجميع المواطنين اللي هيكونوا بيزوروا المدينة وبيستمتعوا بكافة العروض وبكافة الأحداث الثقافية والرياضية اللي هتتقدم خلال فترة الصيف. فتواجدنا هو لتقديم كامل الخدمات البريدية بكل أنواعها وبكل أشكالها، سواء كانت خدمات مالية أو خدمات بريدية. وكمان هنعلن عن مجموعة من البرامج الجديدة الخاصة بالبريد واللي قدمها الفترة اللي فاتت أو بدأ في تقديمها الفترة اللي فاتت. هنبدأ نتحدث مع الشباب ونعرفهم بخدمات البريد المصري بشكل أكبر. احنا طبعا المهرجان السنة دي أول مرة يتعمل بالشكل الكبير ده، وإحنا كشركة كونسل احنا بنمثل المشروع بتاع نورث سكوير اللي هو أكبر مشروع ومول تجاري في مدينة العلمين. قدرنا إن احنا نجلب براندز انترناشونال ولوكال من الريتيل والF&B اللي هو المطاعم والكافيهات المختلفة من بره مصر ومن جوه مصر، عشان نكمل الاكسبيرينس كاملة بتاعة مدينة العلمين وهي بتطلق أول نسخة لمهرجان العلمين الجديد. احنا بنقول إن الحياة دبت في العلمين، الناس ما تخافش وتيجي تسكن وتستثمر وتتفسح وسياحة تشتغل، ما هو كله لازم إن شاء الله إن هو يظهر بقى للناس والناس تعرفه. طيب خلونا بقى نروح لمدينة العلمين الجديدة ومراسلنا محمد سعد، هنعرف منه تفاصيل أكتر عن المهرجان وعن تفاصيله النهاردة وباقي الأيام اللي جاية. برحب بيك يا محمد، ويعني إليك بقى الميكروفون. مساء الخير على كل الزملاء في الاستوديو، مساء الخير على كل الساده المشاهدين من مدينه العلمين الجديده. ما زلنا بنتابع فعاليات مهرجان العلمين، العالم علمين. من بكره هيكون حفل الفنان تامر حسني، طبعا الاستعدادات طبعا على قدم وساق للستيج. امبارح شفنا المكان وشفنا الاستعدادات، يعني كان في استعداد بشكل كبير جدا في مدينه العلمين وفي منطقه ارينا العلمين، المنطقه اللي هيكون يقام فيها الحفلات. طبعا كان الاستعدادات على اجهزه الساوند، الاستعدادات على الاضاءه، الاستعدادات على اماكن الجمهور اللي هتكون متواجده، يعني المكان يعني جميل جدا. كمان في اقبال جماهيري كبير جدا على مدينه العلمين الجديده من كل الجنسيات، عشان طبعا حضور فعاليات مهرجان العلمين، العالم علمين. بنشوف جنسيات مختلفه، من جنسيات من دوله السعوديه الشقيقه، جنسيات من دوله الامارات، من دوله الكويت، من الجزائر، من المغرب، كمان جنسيات اوروبيه من دول اوروبيه، عشان طبعا الاستمتاع بالمصيف والاستمتاع بشواطئ مدينه العلمين الجديده والاستمتاع بمدينه العلمين الجديده. يعني اقبال جماهيري من كل المحافظات المصريه، اقبال
الجماهيري من كل الفئات العمرية، إقبال جماهيري من كل الفئات الاجتماعية على مدينة العالمين الجديدة لحضور فعاليات مهرجان العالمين. الفعاليات بتقام في ثلاث مناطق، المنطقة الأولى طبعا هي أرينا العالمين، ودي بيقام فيها الفعاليات الفنية. عندنا كمان المنطقة الثانية وهي ممشى العالمين السياحي النورث سكوير، كمان الفعاليات الرياضية بتقام فيها، فعاليات كتير جدا غير الفعاليات الفنية، حفل للموسيقار عمر خيرت، وحفلة للفنانة إليسا، وحفلة للفنانة نانس عجرم، وحفل للفنان راغب علامة، وحفل لكاريوكي، وللراب العالمي روس. طبعا هنتابع معاكم لحظة بلحظة كل فعاليات مهرجان العالمين. شكرا ليك محمد سعد مراسلنا من العالمين الجديدة، العالم عالمين.